السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنحاول نصحح فيه واحد النموذج ديال الامتحان ديال المتتالية هندسية بالنسبة للثانية باك أدب. دونك نعتبر المتتالية معرفة بـ U n زائد واحد زائد يساوي 4 U n ناقص 3 مهما يكون n ينتمي إلى n، اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. وكنذكروا دائما بأن مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية هي 0 1 2 3 إلى آخره. دونك السؤال الاول اللي هو كيكون في متناول الجميع، دونك دائما كنلح على الناس اللي بغاو يحاربوا ديك النقطه المتجنيه، لازم انهم يجاوبوا على مثل ما هذه، لازم انهم يجاوبوا على مثل هذه الاسئله. مثلا هنا بغيت نحسب اي واحد و اي جوج، يعني هنا نقطه ما نقدرش نضيعها غير هكاك. اي واحد بالنسبه لي الناس اللي عندهم مشكل بزاف، غادي نكتب المتتالي كما عطاوها ليا، يو ان زائد واحد يساوي 4 يو ان ناقص 3 ياك. انا بغيت اي واحد، بغيت تكون عندي هنايا اي واحد. باش تكون عندي هنا اي واحد شحال خص يكون يساوي هاد ان؟ هذا مش هادي كلها تعطيني واحد، دونك ان خصو يساوي صفر، لان الصفر هو اللي غادي نزيدو لواحد ويعطيني واحد. يعني هاد ان هذا خصو يكون صفر، و الا كان هاد ان صفر حتى هاد ان هذا خصو يكون صفر. هادشي كنديرو غير كنهز ورقه ديال الوسخ كندير فيها هادشي، ومن بعد كنجي ورقه التحرير. اش كندير في ورقه التحرير؟ كنحيد دابا صفر زائد واحد، دونك صفر زائد واحد هي واحد. هنا لقيت اي واحد، وديك الساعه كنعوض هنا 4 اي صفر ناقص 3 تساوي 4. هنا عندي عمليه الضرب مضروبه، كنمشي للمعطيات اي صفر، اي صفر شحال كتساوي؟ جوج، دونك كنعوض اي صفر بجوج ناقص 3. دونك الاعداد مكنشونجيهمش، هاد 4 و 3 كيبقاو هما ناقص، هاد اي صفر هي اللي تعوضت بجوج. وكنحسب يساوي، دونك الاسبقيه دائما للضرب 4 في جوج هي 8، 8 ناقص 3 هي 5. انا حسبت اي واحد، انا خديت نص نقطه، كنمشي نحسب اي جوج بنفس الطريقة. غنعاود نكتب هاديك يو ان، يو ان زائد واحد اللي عندي هنا غنعاود نكتبها يساوي 4 يو ان ناقص 3. هنا عاوتاني بغيت يو جوج، تكون عندي هنا جوج، يعني باش تكون عندي هنا جوج انا شحال خص يساوي ان؟ اشنو غنزيد لواحد باش يولي جوج؟ واحد. دونك هاد ان هذا خص يكون فيه واحد، و الى عوضت هنا ان بواحد حتى هاد ان هذا كنعوضو بواحد. دونك اش كيولي عندي هنايا؟ كنحيد دابا واحد زايد واحد هي، دونك كنحيد هادي وغندير فيها جوج تساوي 4 اي واحد ناقص 3. اي واحد فين غنلقاها؟ هي اللي حسبت قبل، اي واحد كتساوي 5، دونك هي 4 مضروبة في 5 ناقص 3، و 4 مضروبة في 5 هي 20، 20 ناقص 3 هي 17، دونك تساوي 17. ثم كندوزو للسؤال الثاني. دونك هنا نردو البال مزيان في التمرين، لان عندي جوج ديال المتتاليات، وحده في ان وحده في ان، دونك باش ما نخلطش غير هذا كتنبيه. السؤال الثاني نعتبر المتتاليه في ان معرفه ب في ان تساوي يو ان ناقص واحد، بين ان في ان متتاليه هندسيه، دونك بين ان في ان ماشي يو ان، حنا كنا كنجاوبو على يو ان، ولكن هما في ان هي اللي طلبوا لينا نبينو انها متتاليه هندسيه. دونك قلنا في الحصه ديال الدرس كيفاش كنبينو ان متتاليه هندسيه، يعني خصنا نحسبو في ان زائد واحد، في ان زائد واحد مقسومه على في ان، وتعطينا في الاخر واحد العدد اللي هو هنايا هندسية أساسها 4. دونك إلا درنا القسمة ديال هادي خص تعطينا 4، ضروري تعطينا 4 يساوي. دابا منين غنجيب في ان زايد واحد غنعاود نكتب هادي في ان، يو ان في ان اش كتساوي؟ يو ان ناقص واحد. ولكن أنا شنو بغيت؟ بغيت في ان هنا ان زايد واحد، دونك إلا درت هنا ان زايد واحد حتى هنا كندير ان زايد واحد، دونك في ان زائد واحد هي يو ان زائد واحد ناقص واحد، واحد ما كيتغيرش لان المتغير عندي هنا هو ان، مقسومة على في ان. في ان شنو هي؟ هي هادي، دونك كنعاود نكتب هادي يو ان، يو ان ناقص واحد يساوي
كندير هاد الكسر هذا دائما كنسبقو باش تيلا عندي بزاف ديال الكسور كنعوضهم. ان زائد واحد منين غتجيبها خصني انا نعرف نعوض، اما راه كلشي عندي يو ان زائد واحد. غنرجع للمعطيات الاولين، يو ان زائد واحد اش كتساوي؟ هي 4. يو ان ناقص 3 غنعوضها، هاد يو ان زائد واحد غنعوضها ب 4 يو ان ناقص 3، وما ننساش هاد ناقص واحد، هذا ناقص واحد مقسومة على يو ان ناقص واحد، غنخليها ما عنديش باش نعوضها، يو ان ناقص واحد يساوي هنا عندي 4 يو ان، غنكتبها 4 يو ان ناقص 3 ناقص 1، كنخسر 3 3 دراهم، وكنعاود نخسر درهم، يعني في الاخر كنخسر 4 ديال الدراهم، دونك ناقص 4 مقسومة على يو ان ناقص 1. هنا شويه كيخصنا غير نفكر، لان مادام انني داير القسمه يعني خصني نقلب باش نختازل باش تبقى لي هاد 4 هادي، يعني هادشي كله خصو يساوي لي 4 حيت الاساس هو 4. اشنو غادي ندير؟ دونك نلاحظ الفوق بلي هنا عندي 4 و 4 هنا عامل مشترك، دونك نقدر نعمل الفوق ب 4، غندير 4 عامل اش كيبقى لي هنايا حيت 4 كتبقى لي يو ان ناقص، وهنا الى حيت 4 اش غيبقى ليا؟ دونك كاين هنا اللي كيقول لك صفر، لا حيت شنو هي 4؟ 4 هي 4 في 1، يعني الى حيت 4 غيبقى ليا 1 1 مقسومة على يو ان ناقص 1. وباش ديما نتاكدوا بلي التعميل ديالنا صحاح كنعاود ننشروا هادي، كنديروا عمليه النشر، لان بزاف التلاميذ كيعرفوا ينشروا ولكن التعميل كيجيهم صعيب، دونك ملي كنعمل وكنشك في داك التعميل كنعاود ننشر واش غتخرج لي هادي ولا لا. الا خرجت لي هاد 4 يو ان ناقص 4 راه صحيحه، ما خرجتش لي راه خطأ. دونك هنا الا لاحظتوا هنا عندي عمليه الضرب، ان اختزال كيكون في عمليه الضرب، عندي يو ان ناقص 1 الفوق و يو ان ناقص 1 لتحت، وكنشطب عليها اش كيبقى لي؟ يساوي 4، بقات لي 4. اذا في ان متتاليه هندسيه، دونك غندير غير الحروف الاولين اساسها 4. دونك حنا كنجاوب على السؤال الف، ثم السؤال ب. السؤال ب اكتب في ان بدلاله ان، وهنا عاوتاني دائما في الاول ديال السؤال خصني نطير نمشي للخاصيه اللي درنا في الحصه ديال الدرس. اشنو درنا باش تكون في ان بدلاله ان؟ ان الخاصيه هي ب هنا الف. ولا الله يرضى عليكم ديما رقموا الاسئله، دائما ترقيم الاسئله ضروري. في ان لدينا دونك حسب الخاصيه ان في ان تساوي في بي مضروبه في كي نص ان ناقص بي، هذه هي الخاصيه، يعني الحد في ان تساوي الحد الاول منين كنبدا، دونك كنعوضو بي و ان و كي. كي اشنو هو؟ كي هو الاساس، هو هاد 4 هادي، دونك يساوي حنا في ان دابا بغيناها بدلالة ان، يعني هادشي كلو خصهم يتحيدو هاد الحروف، في الاخر يبقى لينا مجهول واحد هو ان، يعني ان اللي خصو يبقى لينا مع الاعداد المعلومة. هنا في ان في بي باش غنعوضو في بي؟ غنعوضوها في هنا اشنو قولو هنا؟ الطابق المتتالية في ان المعرفة ب في ان، دونك نسيت انا مدرتش ان، لان كيديرولنا ان ينتمي الى ان، دونك اشنو هو العدد الاول في هاد الجوعات العدد الصحيح الطبيعية هو صفر. دونك هي في غنعوضو بي، بي بوحدة غنعوضها بصفر، كي باش غنعوضو هو الأساس هو 4، أوس إن مغنعوضهاش ناقص بي، باش عوضت أنا بي بصفر يعني هاد بي هادي هي هادي ناقص صفر، يساوي في صفر غير خصني نمشي نحسب في صفر، نحسب هنا في صفر، دونك غنعوض إن هنايا بصفر، أش غتساوي؟ إي صفر. تساوي يو صفر، يو صفر شحال كتساوي؟ يو صفر هي جوج، هي جوج ناقص واحد تساوي واحد، دونك غنديرها ليكم هنايا فشي بلاصة، تساوي، دونك غنديرها هنا بين قوسين، في صفر هي يو صفر ناقص واحد، دونك أنا بدلت إن بصفر، و يو صفر هي جوج، جوج ناقص واحد هي واحد، دونك في صفر هي واحد،
مضروبه في 4 ان ناقص 0 هي ان 4 اس ان، وواحد مضروبه في 4 اس ان غتبقى هي 4 اس ان. اذا في ان، اذا هاد في ان هادي كتساوي 4 اس ان. دونك نكتب في ان بدلالات ان. ثم ندوزو للسؤال الاخير، السؤال جيم. جيم استنتج ان يو ان، هنا يو ان ما عرفنا واش حسابيه ولا هندسيه، وما طلبوش منا يعني ما غادي نستعمل حتى شي خاصيه من دوك الخاصيات اللي درنا ديال الحسابيه ولا ديال الهندسيه. اشنو بقى ليا؟ غادي نشوف العلاقه بين يو ان و في ان، لان ديما ملي كيسبقوا لك واحد السؤال هاد الاسئله هادو كلهم غنحتاجهم انا. هاد في ان بدلالة ان هو باش غادي نجاوب هنا، ولكن خصني نجاوب بعدا اشنو اللي كيجمع يو ان في ان. ها انتم شوفوا هاد العلاقه هاد. دونك هنا فين كاينه العلاقه بين يو ان و في ان، دونك غنستعملوا هاد العلاقه هادي. لدينا في ان تساوي يو ان ناقص واحد، يعني دابا غنجبد يو ان اشنو غادي تساوي. غنجيب ناقص واحد لهنا وغتولي عندي في ان زائد واحد تساوي يو ان. يعني يو ان اش كتساوي؟ هي في ان زائد واحد، و في ان كنعرفها. اذا يو ان تساوي، طبعا نقلب هادو غادي انا نزا ونحطها هكا. بحال مثلا عندي واحد يساوي ايكغي، كندير فيه ايكغي يساوي اكس. دونك كنهز الدانتي هادي لهنا ونجيب هادي لهنا. يو ان تساوي في ان، في ان زائد واحد تساوي، نقدر نرد عليكم حتى هنا في الكتابة خص تكون واضحة، لأن كاين الفرق، كاين الفرق بين في ان زائد واحد و في ان زائد واحد. وهنا واحد كنزيدها مع ان، ولكن هنا واحد بوحدو و في ان بوحدها. هنا في ان بوحدها و واحد بوحدو. في ان باش غنعوضها اشنو لقينا في السؤال السابق؟ لقينا 4 اس ان، دونك يساوي 4 اس ان زائد واحد، وهذا هو المطلوب. دونك هنا الله يرضي عليكم، هنا كنتاكد باللي راه الاجوبه ديالي واش صحيحه ولا ما صحيحاش. الا مثلا لقيتي هنا 3 اس ان، ما لقيتيش 4 اس ان، لقيتي 3 اس ان، جيتي لهنايا درتي في ان زائد واحد، عوضتي ب 3 اس ان ولقيتي ماشي هي اللي بغاو. دونك اش كتستنتج؟ كتستنتج باللي هذه راه خاطئه عندك. يعني هنا دابا كنتاكد باللي الاجوبه ديالي صحيحه 100%. دونك نتمنى انكم تستافدوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.